عليكم. كما راك تشوفوا الجزائر العاصمة بدات الحركة، ولكن كما راكم تشوفوا مازال تقريبا كلش متوقف، في الحافلات، القطارات، السيارات، حتى البواخر، النقل البحري، النقل بضائع، كلش راه متوقف. حنا نقولوا ان شاء الله ربي يجيب الخير. خاوتنا عاونونا بالبارطاج بليجام، وان شاء الله تشوفوا كل ما هو جديد عندنا هنايا في الجزائر العاصمه. كيما هنا عندنا بابور تاسيلي 1، ها من هي بابور تاسيلي 2، كلش متوقف. حتى هنا كيما في الميناء كانت حركه كبيره، راه متوقف كلش، ما راهو يدخل والو.